بالطفل. اولا عندنا في المحطه ما فيش ولا برنامج يهتم بالطفوله ولا الاطفال. صح. احنا عايزين نعمل حاجه ممكن ادخل هيومه يا حبيبه قلب مامي. المفاجاه الحلوه دي يا قمر. يا اهلا يا اهلا حبيبتي. المفاجاه الحلوه دي انا لو عليا اقعد هنا معاكي اسبوع، بس انت من الميديا وعارفه طبيعه شغلنا work all the time. انا استاذن انا يا فندم عشان يعني ده اجتماع عائلي ما ينفعش موجود. اتفضل يا ابراهيم يا حبيبي اتفضل. مؤدب الواد ده متربي. بصي ده اكتر واحد عندي في المحطه متربي. ها قولي لي يا بنوته الزياره دي بقى لله ولا للوطن؟ مامي حبيبتي بتشك في هيومه. يا ستي انا جايه اقول لك انك على طول وحشاني واطمن عليكي واشوف اخبارك ايه. يا سلام مش قادره اصدق مش قادره اصدق. يا بختي يا هنايا. تشربي ايه حبيبتي؟ ولا حاجه. ايه اجيب لك كوبايه لبن؟ لبن ايه بس يا مامي؟ ايه طيب ايه ساندوتش بيتشي بقى؟ لا يا حبيبتي مش عايزه حاجه. يبقى زر بطاطا. بطاطا ايه بس يا مامي؟ انا جايه بطمن عليكي وهمشي على طول. يا حبيبتي انا ما بلحقش اشبع منك، معقوله تيجي وتمشي كده على طول؟ ما تكونيش طماعه بقى. على فكره انت المره اللي فاتت في البرنامج كنت هايله اسد، ولا بان عليكي انك اتهزيتي اللحظه. طبعا اعداء النجاح قاعدين متربصين لي. ما هم طبعا لازم يغيروا منك. ليدي شيك ناجحه طبعا لازم يغيروا منك. هاتي بوسه بقى عشان الحق عندي شغل قد كده. عندي شغل. ده انت ما قعدتيش دقيقه واحده. هطمن عليكي في التليفون. كل المشوار ده عشان دي. طب والنبي تبقي تيجي تاني. باي باي يا روحي. عشان خاطر تبقي تيجي تاني. يا حبيبه قلب امها يا ناس. كل المشوار ده عشان تيجي تشوفني دقيقه. انا ربيت حبيبتي يا حبيبة قلب أمك يا ناس. طب المشوار ده كله عشان بس تشوفني دقيقة. يا حبيبتي أطمن عليكي يا قلبي. حبيبتي محترمة يا زين ما ربيت. يا بطيا يا واطي العيال مش متربية خالص. ادخل. صباح الخير يا فندم. اهلا سيادة الرائد. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. أنا جاي أبدي إعجابي باللي حضرتك عملتيه امبارح في برنامج هنا الحقيقة. قصدك هنا الحريقة؟ شفت أنا عملت فيها إيه؟ أنا زنجفتها، كليت وشها زي المشاية. بس للأسف ما عجبش الناس اللي فوق. ليه يعني؟ قال إيه؟ كان لازم أستأذن قبل ما أدخل المداخلة دي، مع إني كنت ماسكة لساني، كان الكلام محشور في ركبتي. قال إيه؟ كان لازم نتفق هنقول إيه؟ بس ده حدث مستفز جدا ومفاجئ وكان لازم اي حد فينا يرد. والله انا قلت كده. بس تقول ايه بقى؟ معلش يا فندم بس ده برضو ما يمنعش ان انا ابدي اعجابي بمداخله حضرتك. متشكره يا احمد متشكره قوي. ويا ريت حضرتك توصلي سلامي للانسه امانه. هي مش انسه برضو؟ ايه هو الجو قفش ولا انا اللي لابسه تقيل ولا ايه؟ مش حاسه بكرشه نفس. انت كنت بتقول ايه؟ الأنسة أمانة يا فندم. الأنسة أمانة. أنسة. أنت بتسأل ليه؟ هتعمل لها رخصة قيادة؟ لا يا فندم والله أنا يعني لما شفتها أعجبت جدا بذوقها وبأخلاقها وده مش غريب على بنت العميد نور اللي كلنا اتعلمنا منها الانضباط. ده أنت جاي تثبتني بقى. الحكاية بقى مش معجب بكلامي. متشكرين متشكرين يا أستاذ أحمد متشكرين. في حاجة تانية يعني وموضوع تاني يعني عايز أخش فيه كده مباشرة. اتفضل اتفضل شكلك هتطول. قول كل اللي في نفسك اتفضل. أنا معجب جدا ببنت سيادتك ويعني يا ريت حضرتك تسمحي لي إن أنا أخطبها من حضرتك. كده خبط لازق يعني؟ إيه جاي تلحم كاوتش؟ ده أنت لسه شايفها من يومين. النهاردة معجب بيها، بكرة تتجوزها، بعد بكرة تخلفه. بقول لك إيه ما تقول لي يا حماتي ونخلص. لا يعني هو الموضوع ما جاش خبط لزق يعني انا بقى لي يومين بعمل تحريات نعم 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 نعم. انت بتعمل تحريات عن بنتي ليه؟ حد قال لك انها خارجه بكفاله؟ لا 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 ما اقصدش والله يا فندم انا اسف افندم. ايه انت خليت فيها يا فندم؟ ده انت من شويه كنت هتقول لي يا طنط.
وجاي تقول لي انا معجب بكلامك؟ انت بتركبني المراجيح يا فدي؟ يلا يا سياده الرائد، يلا انهي المناقشه دي لحسن تسمع مني كلام يزعلك قوي. بلاوي قال لي ايه؟ جاي يقول لي النضاره بس يا فندم عشان الشمس بره حاميه. اتفضل نضارتك. تمام سيادتك يا فندم. قال جاي يقول لي كلامك عاجبني، جاي يعممني في وضح النهار. بلاوي مساء الخير يا عدالة. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ جهزي نفسك عشان هتسافري شرم الشيخ. شرم الشيخ؟ ليه؟ أيوة. يا فندم وامتى؟ فندق الحر اللي هناك الشبكة فيه وقعت تماما، والإدارة اتصلت بينا عشان نبعت لهم حد. أيوة يا فندم، بس أنا بس إيه؟ أنت قلت مش فارق معاك الأول دور، خلاص أهو شغل وفسحة كمان. جهزي نفسك عشان ميعاد الطيارة كمان 4 ساعات، أوكي؟ ودي وقعت ايه السودة دي يا ربي؟ معايا بضاعة من بورسعيد المستورد، خد لك فكرة واشتري بكرة، معايا كوبايات حلل شوك معالق سكاكين. انت اللي بتنادي اطلع لي فوق. حاضر يا ست الكل. السلام عليكم. سلام وطابرك، تعالوا هنا. راح فين؟ الجماعة اللي فوق نادوا علي. وانت مين لا مؤاخذة؟ أنا بياع شنطة من بورسعيد. ادخل ادخل. شكرا. استنى عندك. ايه اللي معاك هنا؟ انا معايا حلل ومعايا كوبايات ومعايا شوك ومعايا معالق. فرجني. خد يا سيدي دي كوبايات مج 2 في 1. حاجه حلوه قوي. وده الكبه. المسعود اللي تحت قال لك حاجه؟ بلفته بكلمتين يا ست هاني. طيب يلا وريني. ادي حته. وادي الحته الثانيه. ماشي. اصلي؟ اصلي. يلا. عايز حاجه ثانيه يا ست هاني؟ لا. بسرعه. على تليفونات بقى. ماشي يلا. الحمد لله على السلامة يا بوب. الله يسلمك، إيه الأخبار؟ كله تمام، بس في مشكلة بسيطة كده في النتورك، فجأة وقع.
فكلمنا الشركه وقالوا هيبعتوا مهندس عشان يصلحوا. طيب عاش، على الله يجي بسرعه. ما احنا اكدنا عليهم، هم قالوا هيوصل في طريقه الساعه 6 وانا هبعت له بقى حد عشان يجيبه. طيب كل ده كويس. اخبار تانية؟ لا كله تمام، مفيش اي مشاكل. ايه اللي حصل لامك في الندوه؟ يا دي كانت ليله يا بابا. لبست ازازه في وشها في وسط الندوه وجايه بقى وشها وارم وبتاع، انت فاهم، غاويه ندوات وخناقات. ما هي اللي عامله نفسها الزناتي خليفه. المهم خلص شغلك ونتقابل على الغدا. اوكي يا حبيبي. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.